ديارنا تو. وينو بشبوش زاد باش يضربوا فيه ناقص. هاك تشوف ساو ساو هاك تشوف فوق هما يهتموا نحنا نبكوا. جيت نتكلم فيه قلت له وليدي نوب عليك راهي مسكينه ما عندهاش راهي كيريا وكل شيء عليه طايح على فيه. قال لي بالي بعدي حاجه لانه قلت لك حط لي السلاح لهنا هاك حط اي اي جيبوا لي نار ياولك راجل كبير وقوي ضربوا هي ملك الدوله والدوله مهملتها عاملينها مصب فضلات مفضلات منزليه واتربه فهمتني تسبب في في الصغار في عدة أمراض. جينا نحن مواطنين نكروا تراكسات وفهمتني وكاميونات وتنظفها كانت أرض الدم أكثر من 2.50 متر البلدية كتجي جي أعوال البلدية تجي تلقى مواطن يبني ولا حاجة فهمتني يجوا ياخذوا ما عنده الفلوس. أنا واحد من الناس يجوني من 2011 وهما يبتزوا فيا نقول له ما عنديش يولي يحجز لي ما هزولي الموال هزولي الموال الموال الحاجات اللي نخدم بها من الماتريال اللي نخدم بيه الكل يهزوه نجي نكلمه ونقول له خلي فهمتني يهيني نفس الشخص هذا انا ما انا حسب مواطنين قال لك نزار اما نعرفه فهمتني ياسمين شويه بصحته من المنطقه هو اي عينيه محلوله تاعك يجي الصباح يجي باش يمركي نهار ويمركي نهار نتاع العباد الاخر يجي على اساس باش ياخذ فلوس اكاهو فهمتني لا يقوم بالواجب الوطني نتاعو فهمتني وما يعمل حتى شيء هذا انسان انتهازي علاش عطيته علاش عطيته باش يقلقني باش يقلقني فهمتني يهزني للمركز باش يعمل لي قضية منهم نهار حبوا يعملوا لي قضية باش يعمل لي قضية يقول لي أنت اعتداء على أعوان بلدي هاي نهار عندي أربعة دقائق ورجلي متوفى ولقت فيهم من بلاصة لبلاصة عاونتها الناس كلها عاونتها ونخدم في الديار نخدم في الديار من دار لدار وأنا نخدم في الحاضرة ب 250 ألف نكمل ونمشي ندور من دار لدار باش نخدم باش أعطوه ديار متاع التاني يعطوه بالوجوه لعباد في الديار أربع سنين وأنا نبني مرة شوية كل مرة شوية كل مرة شوية للي كمل راسي قانون على العبيات زواولة يا دي ما نفذوا بعد الولاد شوي ما يحبوش ينفذوها هويك ولا وزير المالية انتخبناه احنا بجوالي وزير المالية وقالنا وخذ علينا نوامرنا فما واحدة رجلها مات جلطة كي يجوا يطيحوا قالها أنا نعاونك وأنا نبني لك وأنا درجنية وانتخبونا واعطونا بطاقات تعريف وخذوا علينا الناس الكل اليوم ثم شكون الزوار جلطة 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 تحت الهدارة تحت الهدارة بس حسب أفاق تونس طلبوا علينا بطاقات تعريف وإحنا رانا نقف معاكم علاش ما يجيش في قرار قالوا ما عادش فيها هذا قرار بالهاتف جايبين محامي حسب أفاق تونس ثوري اهو الباشي خالد السمسي نهار اللي قبل الانتخابات قاعد في السطل تاع الزبله مستمره مشينا ثلاثه مرات وما جاوش خرجوا لي والتجي حتى للشركه والكليك شريك شنو يخدم هو مسكين على اساس كل مره كيفاه وجاء المعتمدية على اساس باش يقدوا له الداء ما حبوش يجوا شنق روح من الظروف ومن المآسي ايش قولك فهمتني وانا ما نكذبش عليك عندي شويه تراب لهني راهم يطيحوا هاني نتحرق انا وولادي هذي هذي اخر قرار معاي انا جينا جرايهم لاب مره لا العظيم نجري نجري يا راه العصر تاع الليل المهم عارف ياخذ عارف ياخذ علي فكره باهيه المهم عارف يخليني نخدم كنت رات كل شهر وشهر كل شهر ظل حتيدي على قلبي نقول سي كنت رات وهذايا بشوفه ويوقفوني على الخدمه نقعد ندير الشر نقعد ولدي ما نلقى باش ناكل ولا نلقى باش ما نلقى حتى ولدي باش نخلص راوطه ما نلقى حتى ولدي ولدي عمره 9 سنين صغير تعرف المهم نكبر ولدي المهم نكبر ولدي كنشوفه نشوفه كيفك انت كي نوار هاك محترم ماهوش زطال علاش يحبوا يحاتمونا ولادنا علاش يحبوا يلبسوهم للزطل علاش يحبوا يلجوهم للشراب بالسيف علاش يحبونا يطلعونا نعيشوا القراب علاش ما ولدي ما يكبرش وشوفوا بلايص نظيفه وين نركض